السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الناس وبعض الشباب وبعض البنات ما يجد ولا يجتهد إلا في الأسبوعين حقت الاختبارات، ما يعرف الله عز وجل، ولا يصلي ولا يركع ولا يسجد بين يدي الله ولا يرفع يده يدعو الله عز وجل إلا في وقت الاختبارات وقت المهمات. على باله هذا المسكين إن الاختبارات عنده بس هذه الأسبوعين. لا يا حبيبي الغالي، بمجرد ما انقذف الله عز وجل في جسدك هذه الحياة وهذه الروح، أنت بدأت الاختبار، اختبار حقيقي، اختبار مع الله سبحانه وتعالى. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. إيش معنى ليبلوكم؟ ليختبركم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أقسم بالله العظيم وراك اختبار، هذا الاختبار أسئلته معروفة مكشوفة، معروفة للصغير والكبير. ستسأل هذه الأسئلة، جاوبت نجحت، ما جاوبت خسرت وخبت. المشكلة أن الأسئلة معروفة وما تحتاج إلى قراءة ولا تحتاج إلى حفظ، تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى صدق. إيش هي هذه الأسئلة؟ الأسئلة هذه درسناها في أولى ابتدائي، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فين قاعة الاختبار؟ فين مكان الاختبار؟ في وسط قبرك، في وسط بيتك الحقيقي. إيش تحتاج عشان تتجاوز هذا الاختبار؟ إيش تحتاج عشان تجاوب على هذه الأسئلة؟ تحتاج إلى توحيد، تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى صدق مع الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا. درجة البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، الدراسات العليا كلها والشهادات راح تروح، وراح يبقى معك في قبرك ما تعلمته في الصف الأول الابتدائي. أسأل الله أن يثبتني وإياكم بالقول الثابت، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة والملتقى الجنة بإذن الله.